السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فدائما وأبدا حق لله علينا أن يشكر وحق لله أن يحمد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. حق لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم رغبة في الأجر والثواب، فإن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. هذا ومن نعم ليلتنا هذه بفضل أبي أنس شيخ وحيد بن عبد السلام حفظه الله تعالى، فليذكرنا تذكرة بعد الحج. نسأل الله أن يطلق لسانه بما يرضي عنه، اللهم أمين. فمرحبا بك يا أبا أنس، وجزاك الله كل خير، وشرفت أنت والأبناء الكرام أنس وعبد الرحمن حفظهم الله وبارك فيهما وفي سائر ذريتك. تفضل مشكورا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نشكر الله جل وعلا أن جمعنا في مجلس طيب مبارك نتدارس فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقائي بشيخي الله يبارك فيك وأستاذي فضيلة الشيخ الله يغفر لي العدوي حفظه الله ورعاه وبارك فيه. الله يغفر لي ومن تواضعه يقدمني سبحان الله. الله يغفر لنا وهكذا تعلمنا منه. الله يغفر لنا ولكم. أيها الإخوة الفضلاء، السؤال الآن: كيف تقوي إيمانك؟ أولا، كثرة ذكر الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتسابقون إلى الله، أراد أن يدلهم على طريق سهل ميسور يسبقون به غيرهم إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. السؤال الآن: سبق المفردون، أي سبقوا غيرهم إلى الله، بماذا سبقوا؟ بماذا سبقوا غيرهم؟ بالذكر؟ الجواب خطأ، لأنه لم يقل الذاكرون والذاكرات، إنما سبقوا غيرهم بماذا؟ بكثرة الذكر، فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فكل المسلمين يذكرون الله، لكن الذي يكثر يسبق. إذن فإذا أردت أن تسبق غيرك إلى الله فعليك أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وليس أدل على ذلك من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. لو سألتك الآن وقلت لك: أحضر الهاتف على ساعة التوقف واحسب دقيقة، وقل: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم تسبيحة تسبحها في الدقيقة الواحدة؟ المتوسط 100 تسبيحة في الدقيقة، 100 تسبيحة، أي في الساعة كم؟ 60 دقيقة في 100 6000 تسبيحة، والتسبيحة 10 حسنات. 6000 يعني 60000 حسنة في ساعة واحدة. فكيف من أنفق في يومه ساعتين؟
وكيف من استثمر 3 ساعات، وكيف بمن جعل يومه كله ذكرا لله ذهابا وإيابا. هذا هو الأمر الأول الذي تقوي به إيمانك، كثرة ذكر الله. وأفضل الأذكار كتاب الله تلاوة وتدبرا، وبعده ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار الموظفة، وبعده الذكر المطلق والصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثانيا، مما يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن جعل ورد يومي، ورد ليلي كل ليلة من قيام الليل. إن استطعت أن تصلي 11 ركعة كل يوم كل ليلة فافعل. فحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، يدل على أن هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تفعل فافعل، أي التزم ب11 ركعة، أو زد ما شئت أو قلل، المهم ألا تفوتك ليلة إلا وقد استأنست بالقيام بين يدي الحبيب، بالقيام بين يدي الله، بالقيام بين يدي الملك الرزاق الخالق سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الأحباب أن قيام الليل لا يتذوقه إلا من داوم عليه، أما من يقيم ليالي ويترك ليالي لا يتذوق لذته. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذاق لذة القيام كانت قدماه تتورمان ولا يشعر من لذة العبادة وحلاوتها وجمالها عليه الصلاة والسلام. وأنتم تحفظون الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه ويسأل كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت عبد شكور، فأنت سيد العابدين وسيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفعل أن يلفت أنظارنا إلى شيء قد يغفل عنه بعض الناس الذين يظنون أن الشكر قولي فقط، بل يريد أن يبين لنا أن الشكر قولي وعملي. فشكر الله بقيام الليل فهذا شكر عملي، أما أن تحرك لسانك بالحمد والثناء فقط هذا شكر وحمد وتثاب عليه، لكنه إذا اقترن معه الشكر العملي كان أعلى مقاما. والعلماء يقولون كل طاعة شكر لله، فأكثر الناس شكرا أعظم الناس طاعة لله تبارك وتعالى. قيام الليل إما أن تصليها بعد العشاء كله وتنام كما كان يفعل بعض الصحابة فيوترون قبل أن يناموا، وكما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، أوصى بها صحابيين جليلين، أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا ذر، أوصاني خليلي ب3: صلاة الضحى وثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. كلمة أوتر يعني أقيم الليل، كانوا يطلقون على الوتر قيام الليل، يطلقون عليه الوتر. وإن وجدت في نفسك همة أنك ستستيقظ في ثلث الليل فهو أفضل وأولى للأحاديث الواردة في ذلك كما في صحيح البخاري وغيره، ولكن الأفضل لك ألا تنام حتى تصلي ولو 2 ركعات أو 4، ثم تنام، فإذا استيقظت أكملت ما كتب الله لك. كيف تقوي إيمانك؟ أولا بكثرة ذكر الله، ثانيا بالمداومة على قيام الليل، المداومة على قيام الليل، ثالثا تقوي إيمانك بالمحافظة على الفرائض في المسجد في الصف الأول.
فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض من أحب الأشياء التي تتقرب بها إلى الله، كفريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. فإتقان الفرائض وإتقان الصلاة، صلاة الفريضة، والمحافظة عليها في وقتها وفي خشوعها وفي أدائها كما كان يؤديها الحبيب عليه الصلاة والسلام، من أفضل الأشياء التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. رابعا، مما يقوي الإيمان الصمت، الصمت عن الشر، الصمت عن اللغو. كثير من الناس يتعلمون الكلام ويجيدون الكلام فعلا، لكن قليلا منهم من يجيد الصمت. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عود نفسك أن تسأل نفسك عن الكلمة قبل أن تنطق بها، إن كانت في خير دنيا أو آخرة فانطق، وإلا فاصمت. فيكون الصمت حينئذ عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. حفظ اللسان، اللسان كما عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. خامسا وأخيرا، حتى أترك المجال لشيخي وأستاذي، أقول: مما يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن غض البصر عن المحارم، غض البصر عن المحرمات. الله عز وجل حينما أمر بغض البصر ماذا قال؟ قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لاحظ أنه قال قل للمؤمنين، لم يقل قل للفاسقين يغضوا أو قل للفاجرين، قال قل للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله. وفيها إشارة إلى أن النظرة المحرمة تؤثر حتى في قلب المؤمن، فينبغي للمؤمن أن يغض بصره، وهذا من أصعب الأشياء في هذه الأزمان. إذا ذهبت أن تشتري، إذا أردت أن تشتري مثلا علاجا من صيدلية وأنت مقبل عليها فوجدت بنتا تخف في الصيدلية، قل في نفسك: سأشتري منها بدون أن أنظر إليها، وسوف تدفع لها المال وتأخذ الشيء بدون أن تنظر. هذه مجاهدة للنفس، لكنك ستشعر بحلاوتها بعدما تنطلق، لأنك انتصرت على نفسك. مشيت في الشارع فرأيت امرأة فأدرت وجهك الجهة الأخرى، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله علي بن أبي طالب رضي الله عن نظرة الفجأة كما في صحيح مسلم، قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاك الله كل خير يا أنس، ونفع الله بك، شكر الله لك، وجعلنا وإياك وإياهم جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبعد شكري لله أشكر فضيلة الشيخ أبا أنس حفظه الله تعالى على هذه الكلمات النيرة الطيبة. الله يحفظك. وأقول ما دام قد ترك هذا الباب فنعم ما ترك، نعم ما طرق، فجزاك الله خيرا على هذا الباب. فأقول مستعينا بالله كتتمة للفوائد والضرر التي ذكرها فضيلة الشيخ أبو أنس حفظه الله، أقول يمكن ترتيب فقط الأعمال التي تقوي الإيمان. طبعا أولها بلا شك أن نسأل الله ذلك، لأن الذي يزيد الإيمان هو الله، والذي يحجب عن الإيمان هو الله. وقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء ربك
لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأولها سؤال الله أن يزيد إيماننا، ثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الثابت المتفق عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، والأكثرون على رواية: الإيمان بضع وستون شعبة. ففي رواية مسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعب، شعب الإيمان التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، بيّنها الرسول في عدة أحاديث، إذا عملتها كلما فعلت منها عددا أكبر كلما ازداد إيمانك. أصولها في حديث رسول الله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قسم شعب الإيمان: شعب متعلقة بالقلب كما ذكر في حديث الرسول عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أضاف إليها حب الخير للناس، حب الله ورسوله، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أضاف إليها حب الأنصار، حب علي بن أبي طالب، حب صحابة رسول الله، أعمال متعلقة بالقلب، وأعمال متعلقة باللسان، وأعمال متعلقة بالجوارح. يعني في أعمال من أعمال الإيمان متعلقة بالجوارح، كما تفضل أبو أنس في ذكر قيام الليل على سبيل المثال، أو الحرص على الصف الأول في الصلاة. الأعمال متعلقة بالجوارح، أن تمشي خطوات إلى الخير لإصلاح بين الناس. أعمال متعلقة باللسان، أعمال متعلقة بالقلب. العلماء صنفوا هذه الشعب، منهم من ألف كتاب اسمه شعب الإيمان كالإمام البياقي رحمه الله، والبخاري أورد في صحيحه في كتاب الإيمان هذه الشعب، لكن ليس تحت مسمى شعب الإيمان، إنما ذكر الشعب التي وقفت له بأسانيد صحيحة. بوب وصدر الكتاب باب أمور الإيمان، وأتى بالآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآيات. وأورد أحاديث في ثنايا كتاب الإيمان هي من الشعب. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. ففي شعب الإيمان، ومن شعب الإيمان إطعام الطعام، من شعب الإيمان إفشاء السلام، من شعب الإيمان الحياء، كما هو منصوص حديث رسول الله، حديث رسول الله: والحياء شعبة من الإيمان. من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. فكلما استكثرنا من هذه الشعب كلما ازداد إيماننا بلا شك وبلا ريب. شعب أصولها في كتاب الله عز وجل، وإن لم تكن في صريح الأحاديث، لكن هي في كتاب الله: إنما المؤمنون، أي الكمل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه شعب من شعب الإيمان كلها. الإصلاح بين الناس من شعب الإيمان: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فلا اتعاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يكمل إيمانهم، فحتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فإن تحاكمت إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ووجدت في نفسك انشراحا بحكم الله وحكم رسوله، فهذه علامة إيمان. شهدي أن شعب الإيمان مبينة، أو أكثرها مبين في كتاب الله، ومبين في أحاديث رسول الله. إذا أمط الأذى عن الطريق، هذه من شعب الإيمان، كما قال: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، غض البصر من الإيمان. فأعمال للجوارح، أعمال للقلب، أعمال للسان. لا أطيل في هذا الصدد، أذكر بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما
وأنتم تعلمون ابن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة، من أهل البيت، من بني هاشم، قبيلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سب رجل ابن عباس، فقال له ابن عباس: لم تشتمني؟ والله إن في لثلاث خصال أتمنى أن تكون في كل مسلم. قال: وما هذه الخصال؟ قال: والله ما سمعت عن قاض يعدل في القضية إلا وسعدت بقضائه وفرحت بذلك بوجوده، وإن لم تكن لي عنده قضية تنظر، والله ما رأيت سحابة تظل المسلمين توشك أن تمطر إلا وسعدت بها، مع أنني ليست لي أرض تسقى، والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا وآتاني الله فيها فهما أحببت أن يصل هذا الفهم إلى كل مسلم. الشاهد من هذا كله أن ابن عباس يحب الخير للناس، وهذه من أمور الإيمان، أن تحب الخير للناس، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من علامات الإيمان. أخي فضيلة الشيخ يتكلم، أقول: اللهم وفقه، اللهم زده توفيقا، اللهم انفعنا بعلم، اللهم أطلق لسانه بما يرضيك عنه. تحب أخي هذا مرزوق رزقه الله مالا، اللهم زده ولا تنقصه. حب الخير للناس علامة إيمان، حب أصحاب رسول الله علامة إيمان. فالحاصل أن الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم لما قسموا الشعب قالوا: شعب متعلقة بالقلب، شعب متعلقة باللسان، شعب متعلقة بالجوارح. السعي للإصلاح بين الناس من ذلك، إلا أن فضيلة الشيخ أبو أنس حفظه الله ذكر أجل الشعب وأعظم هذه الشعب، وهو الإكثار من ذكر الله، وكتعزيز ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. وقال في الآية الأخرى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن أجل فوائد هذا الذكر وأعظمه أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، هذه أعظم منقبة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا فإن الله قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأختم ولا أطيل بأن العبادات التي نحن فيها والتي انتهينا منها شرعت، ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. الصلاة لماذا؟ وأقم الصلاة لذكري، قال فريق من المفسرين: لتذكرني فيها. المناسك والذبح والأضاحي كل هذا لماذا؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الجمعة لماذا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحج كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه ونصبت راياته، لماذا الجهاد؟ قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصده الحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفي الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فمنذ هللنا بالحج إلى انقضاء الحج ونحن في ذكر الله في كل المواطن. شكر الله لأخي فضيلة الشيخ وحيد تشريفه لنا، وحفظه الله وبارك فيه وفي ذريته، وشكر الله لأخينا عبد الله حفظه الله حسن استضافته، جزاه الله كل خير وبارك الله فيه، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. ونسأل الله أن يجعل الملتقى الفردوس. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.